يقول الطبخ بهار ونار، متى ما كان البهار طيب والطريقة طيبة يعطينا مذاق طيب. البعض أو كثير من الأخوات ممكن ما يعرفوا يستخدموا البهار، البعض يستخدم بهار يقول هذا بهار لكل الأكلات، لو في بهار يزبط مع كل الأكلات كان في دواء يزبط لجميع الأمراض. اليوم أنا موجود في مكان متخصص في البهارات، بهارات الشيف. اليوم راح نتعرف على كنز من المعلومات، اليوم راح ناخذ البهار الصحيح لكل طبخة. موقع بهارات الشيف موجود في أسكان الجيش، هذا مجمع الخيرات معروف، هذا طبعا شارع الجيش العام، هذا مخابز العيد، وهذا سبايسي ماكس، هذا بهارات الشيف. مع بهارات الشيف يعني الطبخة حقك لازم تزبط، لازم يكون مذاقها مرة مميز. طبعا هذا قسم البهارات، وعندنا هنا قسم الأعشاب، وعندهم قسم خاص في الشاي، قسم خاص في القهوة، وهذه الأغذية، وهذه الصوصات، عندهم تمور، عندهم منتجات أخرى. المكان متخصص يا جماعة. طبعا يانا الشيف حبيب الجارودي أبو أحمد صاحب المشروع، يعطيك العافية أبو أحمد. الله يعطيك العافية وشرفتنا والله الليلة. الله يسلمك، ما شاء الله أبو أحمد كم خبرتك الآن في البهارات؟ يعني تقريبا من 30 إلى 35 سنة. ما شاء الله. طبعا الفترة هذه صارت عندي أكثر من مطعم وأكثر من مطبخ، وفي نفس الوقت كنت أعطي دورات وأدرب الطباخين على الطبخ في المطاعم. يعني معظم مطابخ تقريبا القطيف أو المطاعم أعطيتهم دورات وعلمتهم كيف استخدام البهار، لأن البهارات طبعا أعتبرها مثل المواد الكيميائية. في بعض الأكلات تكون عندها أصدقاء من البهارات. جميل. وفي بعض الأكلات عندها أعداء من البهارات، فهذه الحاجة ما يعرفها إلا المتخصص فيها. أنا طبعا عملت براند وخلطات خاصة باسمي. زين، في الأخير عملنا براند خاص باسمنا، سميناه بهارات الشيف. هذه طبعا البهارات الصحيحة، وبيجي بعدين الخلطات مثل البحريات، هذه البحريات. زين، عندك مثلا المشكل، عندك بهار الدجاج حق المشويات والكباب والبرجر والكبسات، المحاشي حق الورق العنب والخضار، عندك بهار اللحم ومشويات اللحم وكباب اللحم، وعندك في الأخير المندي الحساوي. المندي الحساوي هذا رقم واحد تكون مبيعاتي، في أكثر مبيعات عندي في هذا البهار الحساوي. طبعا هذا للأمانة أنا جربته من عندك من قبل يا أبو أحمد، وما شاء الله تبارك الله. طبعا معظم ربات البيوت الآن مخلين هذا هو الملقوف الوحيد اللي في المطبخ، خلوا يتلاقى في جميع الأكلات وصحت، لأنه يعطي نكهة رهيبة جدا جدا. طبعا إيش ما يخطر على بالكم بهار إلى أي طبخة تلقونه موجود، سواء كان البراند الخاص فيهم الشيف أو الماركات الأخرى، والماركات اللي موجودة هذه كلها مختارة بعناية، عندهم البهارات الصحيحة، المطحونة، المشكلة، كل شيء عندهم ما شاء الله تبارك الله. هم حق الكميات موجودة، يعني هذه مثلا الكميات حق المطاعم المقاهي اللي تحتاجها موجودة عندهم. على فكرة يا جماعة، طبعا أبو أحمد مو فقط يبيع البهار، لا، يعطيكم معلومات، يعني اللي تيجي هنا تبغى تشتري تبغى تستفسر هو على استعداد، لأنه ما شاء الله تبارك الله خبرته كشيف وخبرته في البهارات كم سنة، فهو جالس يقدمها إلينا بالمجان. هالمناسبة هذه مقدم إليكم أبو أحمد عرض يا جماعة من الآخر، بوكس التوفير، بوكس بهارات الشيف، خلطات المميزة، خلطات القوية اللي ترتب المذاق، عبارة عن 9 علب بهارات مشكلة، بهارات الدجاج، بهارات اللحم، المحاشي، بهارات صحيحة. هذه 9، هذه من أجود أنواع البهارات، خديها ما راح تندمي. من 130 إلى 99 ريال، هذا العرض مدة أسبوع واحد فقط، وشامل التوصيل إلى منطقة القطيف، توصيل مجاناً. بالإضافة طبعا مثل ما قلت لكم، هنا مو تاخذوا فقط بهارات، هنا تاخذوا خبرة طبخ، خبرة الشيف، يعني مقدم إليكم هالطبخات هذه فيها هالبهارات هالطيبة، كيف يطلع المذاق الطيب، من أوصال إلى برجر إلى مندي إلى طبخات. كل بوكس راح يحتوي على 4 أوراق، وكل ورقة فيها كم طبخة، تستاهلوا. مثل ما قلت لكم طبعا عندهم قسم الصوصات، قسم الأغذية، قسم القهوة، قسم الشاي، كل شيء عنده ما شاء الله تبارك الله مميز. إن شاء الله عجبتكم التغطية وعجبكم المكان، بحط لكم الآن سنابة. داهموا يا أخوات، أنواع الطبخات، طبخات مو عادية مو تقليدية، يعني شي داخل جرة شوي ما أعرف إيش، طبخات مدفونة كده في الأرض،
حسابه مميز بمعنى الكلمة، يستحق المتابعة. بحط لكم أرقام التواصل الأخرى، اعملوا لها كابتشر.